احتفل الحزب الشيوعي العراقي بالذكرى 84 لتأسيسه وسط حضور جماهيري وسياسي كبيرين. سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي قال في كلمته إن هذه الاحتفالية تأتي في وقت تستعد فيه البلاد لدخول مرحلة سياسية جديدة، ألا وهي الانتخابات البرلمانية التي تتجه في حال نجاحها إلى تشكيل دولة مدنية عابرة للطائفية. تحل ذكرى تأسيس حزبنا اليوم في عشية الدورة الانتخابية الجديدة التي تتطلع الملايين من جماهير الشعب إلى جعلها مرحلة انطلاق نحو الخلاص من عهد المعاصصة الطائفية والأثنية البغيضة وولوج عهد المواطنة والعدالة الاجتماعية، عهد الدولة المدنية الديمقراطية العديدة. وارتباطا بهذا يتسع ويتعمق في أوساط شعبنا وناخبينا العزم على تجاوز السياقات الانتخابية الفاسدة التي فرضت في الأعمام ال13 الماضية، وصولا إلى تغيير ميزان القوى على المستوى السياسي وكسر احتكار الحكم من قبل أطراف الطائفية السياسية المتسلطة، ووضع حد لتشويه المجتمع العراقي وقيمه وشل قواه الحيوية الضاربة وإذلال المواطن العراقي وامتهان كرامته الإنسانية. وفي القلب من هذا التوجه والتحرك نتشرف أن نقف نحن الشيوعيين مع أقرب حلفائنا من المدنيين الديمقراطيين والإسلاميين المتنورين التي ائتلفنا في تحالف سائرون نحو الإصلاح. ومن هذا التحالف الواعد انطلقت أن نطلق الدعوات المخلصة إلى جماهير الناخبين في طول البلاد وعرضها أن تتوجه بعد 6 أسابيع إلى صناديق الاقتراع بصفوف حاشدة وبإدراك للأهمية الاستثنائية للمعركة الانتخابية الوشيكة وضرورة تحويلها إلى نقطة انعطاف في مسيرة شعبنا وبلدنا المعاصرة، وإلى جعلها نقطة تحول تنقذنا من أسوأ العواقب إذا ما أفلحت القوى المتنفذة الفاسدة في البقاء متحكمة في مصيرهما وتفتح أمامهما إمكانية التحرك إلى أمام نحو قطع دابر الفساد وتعزيز الانتصار الكبير على داعش والإرهاب ونحو أعمار الوطن.